الاخوات، حنا جينا اليوم هنا في هذه الوقفه باش نعبروا على التنديد وعلى الاحتجاج ضد هذه الفضيحه، ضد هذه النهزله اللي عرفتها بلادنا، وخاصه المنطقه ديال الريف، المنطقه ديال الريف اللي بتاريخها يعني المعروفه بالامجاد والملاحم برجاله ونسائه الذين لا يقبلون الذل والإهانة. أيها الإخوة والأخوات، بقيادة إلياس العمري لحزب الأصالة والمعاصرة، وبتواطن مع السيد العامل المسؤول الأول الذي جند وعبأ السلطات المحلية والإقليمية من أجل دعم إلياس العمري، دعم الأصالة والمعاصرة في واضح النهار بالمكشوف. الكل يعلم، حتى الأطفال الصغار يقولون الأصالة زورت الانتخابات، حتى الأطفال، حتى الشيوخ، حتى النساء، حتى الشباب. والجميع عشنا، والغريب في الامر هو اننا كنشوفوا بعيننا واخا نبغيو. يعني المشكل فين كاين؟ هو انه ما عمر وقع هذا الشيء اللي وقع هذا العام، هذه الانتخابات التشريعيه ما عمر عرفها التاريخ. قبيله كنقولوا مصري، قبيله كنقولوا مصري، لا مصري الثاني لا هذا داز بصري، هذا داز بصري. السيد شنو باغي من الريف؟ إلا كان كيتسوق من الريفيين فهو واهب. إلا كان كيقول لهم، كيوصل لهم بأن راه هو كيجمع الريفيين، بل هو يشتت الريفيين. وخدنا عليه الشعار بانه الياس يا حقير عقد بك الجماهير، الياس يا حقير عقد بك الجماهير.